Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais élaborer avec vous une fiche pédagogique du primaire. هاد الحصه هذه غادي نخدموا على اون فيش بيداغوجيك ديال البريمير، يعني غادي تفيد الناس اللي غادي يدفعوا، يعني لونسينيمون بريمير. هاد لافيش هادي نفسها نفس لافيش الاخرى، يعني ما كاينش فرق بين اللي كبير بيناتهم، بجوج بيهم فيهم تقريبا نفس الديكوباج، لكن كاين فرق او نيفو ديال لي زيتاب، او نيفو ديال لو في دو بورسويفر لي زيتاب ديال الكور. يعني كاين واحد الفرق. انا اختاريت واحد الفيش ديال الجرامير، و جو فوز انفورم كو هاد لافيش هادي يعني كنت كونتاكتيت مع دي بروفيسور الاصدقاء ديالي في الابتدائي، وهما اللي فهموني يعني كيفاش كتكون هاد لافيش وشنو كيفاش غادي نقدر نفيد بها الطلبه اللي غيدوزوا الابتدائي. لهذا جو فوز انفورم كو تو توت لي انفورماسيون كو جو فو ترونسمي راهم معتمدين ويعني صحاح. لاحظنا في الاول كاين لونتيت ولا ان صح التعبير ولا التعبير اللي صحيح اللي هو طابلو دو بور. كنلاحظوا كاين عندنا هنايا السميه ديالها اللي هي فيش غرامير، هنايا دايرين لي سومين 18 و 19، تيم سونتي اي مالادي، تيم اللي كاين في المانيويل، لاكتيفيتي غرامير. كاين عندنا بزاف ديال لي زاكتيفيتي، كاين غرامير، كاين برودكسيون اكريت، كاين لوغال، كاين لونغ. حنايا اختارينا الغرامير. لانتيتولي ديال الكور اللي هو لا كوز، كاملين كنعرفوا لا كوز شنو هي، كاملين دازنا قريناها، لكن هنايا راه بالنسبه بطبيعه الحال اون فيش بيداغوجيك خص يكون فيها واحد لوبجيكتيف، لاننا غادي نبريزونتيو لو كور باش غادي ناتاندغيو واحد لادجيكتيف من الكور ديالنا، من التقديم ديال الدرس نتاعنا عندنا واحد لوبجيكتيف اللي خصنا نوصلوا له، اللي هو لو في دو ريكونيتر كيلكو زيكسبرسيون دو لا كوز. savoir les employés خصنا نعرفوا واحد لي زيكسبرسيون ديال اللي كان اكسبريميو بهم الكوز السبب، وخصنا نعرفوا كيفاش نستعملوهم. السيبور اللي استعملنا سيبور ديداكتيك هو الكوربيس دو فراز ليفري باج 118 119، يعني هنايا غادي نعتمدوا على واحد الكوربيس. الكوربيس هو ان انسومبل دو فراز كنطلقوا منهم باش نبنيو الدرس ديالنا. الدوغي ما جوج سوايع مضروبه في 45 دقيقه، يعني هنايا عندنا الكور فيه جوج ديال السوايع، يعني انا اختاريت انه نقدم لكم غير لافاز الاولى ديال الكور اللي فيها اونور. هنا الى لاحظتوا الفوق كاين الى لاحظتوا سالينا دابا الكوربوس سالينا دابا الطابلو دو بور باردون، انا هنايا لتحت منها كاين بروسيسوس دونسينيومون ابرونتيساج، وتحت منها عندنا ديكوباج ديال دو فاز، كاين اكتيفيتي دو بروفيسور واكتيفيتي دو لابرونو، وكاين الموداليتي. سيونس نيميرو 1، ها هي عندنا السيونس الاولى والسيونس الثانيه. السيونس الاولى غادي الى لاحظتوا معايا كاين ليتاب الاولى كاين اوبسيرفاسيون ديكوفيرت اي جوبسيرف اي جو دوكيفيرت، يعني خصني اوبسيرفي غادي نشوفوا الكوربيس ديالنا وغادي ندوكيفريو هاد الكوربيس. الى لاحظتوا معايا كاين ايل ترونسكري او طابلو لو كوربيس سويفون، يعني انت كاستاذ خصك تكتب هاد الكوربيس هذا في الطابلو. يعني الا كنت في الشفوي وقال لك نوض كتب لنا الدرس، يعني دير لنا الدرس نتاع الجرامير ولا شي حاجه، خصك تعرف انه خصك تبدا من واحد الكوربيس، خصك انت ديجا يكون عندك فراسك دي فراز ولا تانفوت دي فراز ديك الساعه وتكتب لهم هاد لي فراز هادو مثلا واحد الكوربيس باش الناس تنطلق. ها هي لو فارماسيان اي دي بور دي كار الي بوكو دو موند او كونتوار بي سي وكاين دي وكاين هنايا يل بوز دي لي كيستيون سويفونت. هنا البروفيسور خصو يطرح الاسئله هادو البروفيسور، هاد لي زاكتيفيتي ديال البروفيسور، يعني اوبسيرف لا فراز بي اي ريبون او كيستيون، غادي تقول للتلاميذ ديالك يشوفوا لا فراز بي ويجاوبوا لنا على الاسئله. بور كيل ريزون زوبير امينتيل سون فيس شي لو ميدسان، هنايا الا لاحظتوا راه اون فاس ليها كاين كاين لا ريبونس، هاي ايل ريبون او كيستيون زوبير امين سون فيس شي لو ميدسان باسكيلا بوكو دو فيفغ، يعني عنده السخانه بزاف. هنايا لا كيستيون جاوجه بار كيل اوتر مو بوتون رومبلاسي باسكو، يعني هنايا يعني الموان باش كان اكسبريميو لا كورس، هنايا غادي يجاوبك التلميذ هاي الاكتيفيتي ديال لا برونون اون بو رومبلاسي باسكو بار كار، سهل جدا. وهنايا بور لو موداليتي كان ترافاي كوليكتيف، هنايا شوف هنايا كنهضروا ملي كنكونوا بريزونتيو الدرس كنهضروا على الترافاي كوليكتيف، يعني العمل في جماعه، كنكونوا كنهضروا حنايا كاستاذ كنهضر مع جماعه ديال القسم وكنبريزونتو الدرس يعني لجماعه القسم. ليتاب الثانيه هبطوا معايا لتحت كاين ليتاب الثانيه compréhension conceptualisation je manipule et je réfléchis، يعني هنايا خصهم يفهموا
يفهموا لك الدرس. هنايا لاحظتوا معايا الى امي لي زابرونو ا ريبيري لي كاركتيريستيك دو شاك فراز اون بوزون لي كيستيون. يعني خصك انت تبوزي هنايا باش كنبنيو الدرس ديالنا ونخليهم يفهموا بلي كيستيون كنبوزي لي كيستيون هما كيريبونديو لنا على لي كيستيون كنفهموا بلي راهم كيفهموا الدرس ديالنا كنفهموا كيفهموا حتى السؤال. بروميرمون لي لي فراز اون كولور ا كيل ريزون ريبوند سيز اكسبرسيون. يلا هنايا غادي يجاوبك هو غادي يقول لك ايل ريبوند ا لا كيستيون بوركو. Très bien, on exprime automatiquement la cause. Que veut-on savoir en posant ces questions? On a dit que limite, on veut savoir la cause de quelque chose. Automatiquement, on a fait que la limite a une idée, on a exprimé la cause. Troisièmement, la cause de la phrase. C'est-il négatif ou positif? On a dit que la cause est négative. On a dit que la cause est déterminée, il fait que nous avons dit. Quatrièmement, écris une phrase avec une cause positive. Les apprenants, les parents sont heureux car leurs enfants ont réussi leur année scolaire. L'exemple est certain que Tilmit. Cinquièmement, donc, la phrase c'est où est la place, où est placé le mot comme. Le mot comme est placé en tête de la phrase car il y a une entorse. Pourquoi? Donc la phrase D, pourquoi n'a-t-il pas pu venir car il y a une entorse. Il a fait la compréhension. Automatiquement, on a fait la question. Automatiquement, on a fait la question. On a fait la cause. On a exprimé la cause négative ou la cause positive. Très bien. دابا هنايا سالينا لا سيونس الاولى، هاد لا سيونس كتكون في 45 دقيقه. دابا لا سيونس الثانيه هنايا لا سيونس 2 ايتاب ايتاب كاين فيها ايتاب ابليكاسيون ترانسفير جو مونترين. يعني هنايا كان في ايتاب الثانيه اش ممكن يكون؟ في الاول كنعطيوهم الدرس اللي الكوتي تيوريك، في السيونس التاليه كندير لهم الكوتي براتيك. يعني هنايا خصهم يخدموا لنا التمارين ويوجدوا لنا التمارين باش يقدروا يعني نشوفوا واش التلاميذ فهموا لنا الدرس. اوتوماتيكمون هنايا في هذه الفاز هذه كنبروبوزيو دي ريميدياسيون. يعني هنايا كنديروا ليفالياسيون كنبروبوزي دي ريميدياسيون باغ اون ريميديا اون كيستيون لي لاكون اللي عند التلاميذ. لاحظتوا معايا الاميل لي زيليف ا بارتير لي زاكتيفيتي دو لا روبريك جو مونترين ا. يعني غادي نخدموا التمارين اللي كاينين في المانيوال. يعني ها هما التمارين هنايا والتلاميذ نورمالمون هي لي زاكتيفيتي ديال لابخونو. التلاميذ خصهم يجاوبوا بار كوم هنايا ا كوم بي كار سي باسكو دي بار مونك او غراس و يل كوريج سي ريبونس. يعني هنايا خص الاستاذ يواكبهم في الكو في دو كوريجي سي ريبونس. وبطبيعه الحال هنايا الا لاحظتوا لا موداليتي دو كوليك لا لي موداليتي كيكون عندنا الترافاي انديفيديوال. علاش؟ حيت التلميذ خصو يخدم انديفيديوالمون باش نقدر انا نديتيرميني باش نقدر نيفالويه واش تقدم المستوى ديالو ولا ما تقدمش. كنظن انه هاد لافيش هادي سهله جدا. يكفي انكم تعاودوها وتعاودوها. هاد لافيش هادي الى لاحظتوا عندنا هنايا لتحت راه غيد دو بروفيسور لا باج 164 الى لاحظتوا معايا راه كاينه في المانيوال. يكفي انكم تعاودوها وتعاودوها. ويقدر هذه هي لافيش الى قالوا لك بريزونتي لنا واحد الدرج في الشفوي هذه هي لافيش باش تخدموا ما عندكم ما تزيدوا. خصك تفهم شنو هو لا كوز وتعرف لي زيتاب ديال الكور ديالك وتحفظها هذه ما مزيان. حتى الى قالوا لك دير لنا اون فيش في الشفوي تكتبها لهم وان شاء الله توفقوا. ونتمنى انكم تكونوا فهمتوا. الى عندكم دي كيسيون خليهم لي في لي كومونتير. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.